طليانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان خلوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان أكثر من نصف قرن اشتهرت أيقونة فنية تتغنى برمضان. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا. أدها محمد عبد المطلب بصوت شجي لتزين ليالي الشهر العظيم من مصر إلى العالم العربي، ومست شغاف قلوبهم حتى وصفت بأنها أهم من بيان المفتي إعلان قدوم الشهر الكريم. كتبها الشاعر حسين طنطاوي ولحنها الموسيقار محمود الشريف. صورت الأغنية مرتين خلال الستينيات بالأبيض والأسود، حيث ارتدى عبد المطلب جلباب الفلاح، وصورت مرة أخرى في الثمانينيات بالألوان ومشاهد خارجية في الشارع المصري. غناها عبد المطلب صدفة بعد خلاف بين هيئة الإذاعة المصرية والفنان أحمد عبد القادر. تقاضى عنها عبد المطلب مبلغ 6 جنيهات مصرية فقط، لأنه كان محتاجاً لهذا المبلغ بسبب ضائقة مادية، وحققت شهرة واسعة جعلت اسمه وصوته مرتبطين بشهر رمضان. أهلا رمضان، رمضان كان أهلا.